العزومات مش محتاج وقفة بالساعات، أكل العزومات محتاج بس شوية تغيير وابتكارات. وأكلتنا النهاردة هي جمبري بالخضروات. أول حاجة هننزل بيها هي البصل، وعليهم الثوم، بزرة مبشورة، خرشوف مسلوق عليهم، ونحط عليهم بقدونس، وأهم حاجة الكرفس، وليمون شرايح، وأخيراً الجمبري. هنتبلهم برشة بهارات سمك، رشة فلفل أسمر عليها، رشة ملح، رشة كمون، أخيراً الليمون. كل اللي حطيناه ده هنقلبه كويس قوي. مش عايزة أقول لكم على الريحة عاملة إزاي. إحنا دلوقتي هنقدمه بالهنا والشفا. جربوها مش هتندموا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.